كطيح شو 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 ما شاء الله تبارك الله شو شو مرازقة هاد العرايس سيما تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله عطينا على قد نفع يا ربي وارحمنا برحمتك. ما شاء الله. السلام عليكم الزهرات ديالي، كدايرين لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا صحة جيدة وانتم كتشوفوا هذا الفيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم الليلة الكبيرة دمرات لوسي، وانتم عارفين مع كورونا يعني احنا مع بعضياتنا، وقلت علاش ما نشاركش معكم. انتم عارفين ممنوع العمارية، الدقة المراكشية، الغياط، زعما الصراحة العرس المغربي كتعرف على هادشي، ولكن دازت الليلة ما شاء الله غزالة مع بعضياتنا. الموسيقى قليلة ويعني ما كايناش الناس بزاف، تجمعات ممنوعة. المهم وانتم عارفين احنا المغاربة كيحمقنا العرس فيه الحياة وداكشي، ولكن الحمد لله كلشي داز على خير وبخير ان شاء الله. ونتمنى الحياة السعيدة للعرس الجداد بالافراح والمسرات وعقبة للبنات ان شاء الله يا ربي. ونتمنى لكم فرجة ممتعة احبابي، الى فيديو مقبل ان شاء الله، لان تشوفوا بعد مقتطفات وعاد تفرجوا الفيديو ان شاء الله. مع السلامة. هي جات فين كبرات، هي جات فرحة وصوصنات، هي جات فين كبرات، هي جات فرحة وصوصنات، هي جات للعروسة، هي جات الغربة المحروسة، 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 هي جات للعروسة، هي جات الغربة المحروسة. وصلنا العروسة للدار، الشتا اللي كانت كطيح زدنا مره، دابا بقيت نرجعوا للدار باش نتعشاو ان شاء الله. خليكم تلخر الفيديو ان شاء الله، وشكرا للمتابعه.
يا ليل العروسة.